حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد، عن كُريبٍ، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. قال: وحدثنا الأعمش عن سالم عن كُريبٍ عن ابن عباسٍ مثله